بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا يمكن بدأنا من أمس نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، أجواء مستقرة في معظم المحافظات فيما عدا بعض المحافظات فيها فرص سقوط الأمطار، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. فمتوقع اليوم استمرار الأجواء الخريفية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري. هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط طبعا مطروح الإسكندرية، كمان محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، أيضا دمياط بورسعيد رفح العريش. المحافظات دي كلها هي المعرضة لسقوط أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض الأماكن على فترات متقطعة من اليوم، لكن زي ما قلنا مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. مع استمرار طبعا درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي إحساسي بالطقس وإحساسي بدرجات الحرارة طقس خريفي معتدل تماما على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الأشعة الشمسي، فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هو محسوس وملموس أكثر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة. بتقل درجات الحرارة قد إيه يا فندم لو سمحت؟ درجة الحرارة الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، على المناطق الموجودة في شمال الصعيد بتوصل ل 16 و 17 درجة مئوية. المدن الجديدة الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير يمكن كمان تحس بدرجات حرارة أقل من اللي أنا قلتها، لأن دايما درجات الحرارة فترة الليل بتنخفض في المناطق الصحراوية أو المدن الجديدة بشكل كبير عن المناطق الداخلية. الأجواء زي ما قلنا أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخلال الليالي اللي جايه هيكون في مزيد من الانخفاض ومزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، لان هيكون في نشاط للرياح، دايما وجود نشاط للرياح بيخلينا نحس بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. الشبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه موجوده معانا وبتاثر فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، مفيش منها قلق تماما على حركة المرور، لكن لازم ناخد بالنا من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وتكون معاها القيادة بهدوء تام. كمان لازم نستدي الملابس الخريفية خلال هذه الأيام، لأن يعني لازم نتخلى عن الملابس الصيفية فترة الصباح الباكر وساعات الليل متأخر بقى فيها برودة، بقى نحس بالبرودة، فرق درجات الحرارة بين النهار والليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فلازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. ومهم كمان إن احنا نتابع نشرات الجوية، لأن متوقع إن يكون في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأحد المقبل إن شاء الله. يوم الأحد والاثنين هيكون في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، هيكون فيها أمطار متفاوتة في الشدة ممكن توصل لغزيرة في بعض المحافظات الساحلية، انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة ونشاط للرياح، فلازم نتابع النشرات الجوية عشان دايما نتابع التحديثات اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. طيب، وده هيخليني أسألك على سرعة الرياح وحركة الملاحة البحرية وتأثيرها على البحرين الأحمر والمتوسط، كمان نسبة الرطوبة وصلت لكام دلوقتي؟ طبعا هو خلينا نقول الاول احساسنا بنسب الرطوبه بيقل، لان احنا عندنا وجود المنخفضات الجويه للطبقات الجو العليا بتخلي توزيع الرطوبه في عمود الهواء في كل، ما بقتش احس بنسب الرطوبه رغم وجود نسب رطوبه في الجو بتتجاوز ال 80% خلال فترات الليل على المناطق الشماليه، بتتجاوز ال 40% خلال فتره النهار،
يعني دي نسب كبيره، لكن انا ما بحسش بيها بشكل كبير بسبب النشاط النسبي للرياح اللي ممكن يكون موجود او وجود المنخفض الجوي اللي بيبقى موجود في طبقات الجو العليا، فبالتالي مش بحس بنسب الرطوبه الموجوده بشكل كبير. بالنسبه لسرعات الرياح، يمكن في اعتدال في سرعات الرياح اليوم في معظم محافظات الجمهوريه، وده بدوره هيؤدي لمردود يعني معتدل وحركه امواج معتدله على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ده على مدار 48 ساعه اللي جايه. لكن مع يوم الاحد اللي احنا بنقول فيه حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هيكون في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. متوقع ان ارتفاع الامواج يكون ما بين 3 الى 5 متر. فالبحر المتوسط ساعه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه يوم الاحد والاثنين الجايين هيكون مضطرب جدا، وهيكون غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هل مصحوب مع الرياح نشاط للاتربه او الرمال في بعض المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي؟ يعني خلال ال 48 ساعه القادمه ان شاء الله مش هيكون في اي يعني اتربه ورمال مصارعه، يمكن نلاحظها يوم السبت المقبل ان شاء الله مع وجود نشاط نسبي للرياح يوم السبت. لكن النهارده ان شاء الله ما فيش اي اتربه ولا اي رمال مصارعه، لكن واتوقع ان يوم السبت يكون في بعض الاتربه والرمال المصارعه تاثر، يمكن تاثر على بعض الاماكن الموجوده في شمال الصعيد او مناطق من القاهره الكبرى، لكن ان شاء الله ما تاثرش تماما على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لان هيصاحبها اليوم الثاني على طول سقوط امطار، فده هيهدي الاتربه والرمال المصارعه. بشكرك منى، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 27 والصغرى 19، العاصمه الاداريه 27 18، اسكندريه 26 17، العلمين الجديده 26 17، مطروح 25 17، ودمياط 26 19، بورسعيد 26 18، اسماعيليه 28 17. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 18، العريش 26 17، كاترين 24 13، وطابة 29 20، حلايب 26 23، شلاتين 30 25، شرم الشيخ 30 20، الغردقة 30 20. الفيوم العظمى فيها 27 17، بني سويف 28 16، الوادي الجديد 29 16، أسيوط 28 15، سوهاج 29 16، قنا 29 17، الأقصر 29 16، وأخيرا أسوان 31 18. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنى ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليكي.